نبقى في الخرطوم بحري الآن. معنا السيدة رانيا العوني الأمين وهي السياسية لحملة السودان المستقبل. فيما يتعلق بتصريحات السيد البرهان للقاهرة الإخبارية، كان فيها ما يسمى بالحديث القاطع، العنوان الكبير أنه لا مفاوضات دون وقف القتال، ماذا يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لا مفاوضات دون وقف القتال. حاليا المفاوضات كما وضحت الزميلة السابقة هي مفاوضات عن ممرات آمنة، في حين إنه الناطق الرسمي في المفاوضات اللي هو من الجهة السعودية إنه وضح النقاط المختلفين فيها ما كانت بتحتوي على ممرات آمنة، كانت بتحتوي على دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، ده كان اختلاف بند أول، كانت بتتكلم عن الرتب، كانت بتتكلم عن الرجوع لما قبل 25 أبريل. الاختلافات دي هي اختلافات سياسية، يعني أنا رأيي إنه المفاوضات كانت مفاوضات لممرات آمنة لم تحقق. الوقف بتاع الإطلاق ما لم ينتقص، يعني حتى الالتزام بالهدنة ما كان حقيقي يعني من الطرفين، يعني ما زال الاشتباك قائم بينهم الاثنين. وبالتبعية كل التفاصيل المرتبطة بهذا العنوان، أنا لم يوجه حديثي فقط إلى ما يدور في جدة، هو المفاوضات بكل مساعيها سواء الإقليمية أو العالمية تحت هذا العنوان أنه لا مفاوضات إلا بعد وقف إطلاق النار. جدة وما بعد جدة، هذا هو سؤالي. لا أعلم. لماذا تبتسمي؟ لماذا تبتسمي ابتداء؟ أبتسم لأنه أمتنع عن التعليق على هذا. سأحيل إلى سؤال آخر سيدتي في هذا الإطار. بعض التصريحات التي نسبت لوكالة الأنباء الفرنسية قالت نقلا عن دبلوماسي سعودي أن التقدم شحيح وقليل وضعيف في هذه المفاوضات، كيف قرأت هذا التصريح؟ التقدم شحيح فعلا لأنه ما في أي رؤية للمفاوضات على أرض الواقع، يعني